على الموقع الرسمي للفيفا تم تحديد يومي 25 و28 مارس لمواجهتي مصر والسنغال في تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022، مباراة الذهاب في استاد القاهرة ومباراة العودة في ملعب دايموند الأولمبي بالسنغال الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. دول موعد المباراتين. بكل التوفيق لمنتخبنا الوطني بإذن الله. باقي المباريات: مالي وتونس، الذهاب 24 مارس في مالي، الإياب 27 مارس في تونس، غانا ونيجيريا، الذهاب 24 مارس في غانا، الإياب 27 مارس في نيجيريا، الكاميرون والجزائر، الذهاب 26 مارس في الكاميرون، الإياب 29 مارس في الجزائر، الكونغو والمغرب 26 مارس في الكونغو، الإياب 29 مارس في المغرب. كل التمنيات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. قبل الفصل قلت لحضرتك